اول شيء الدفاتير اسم مين هيدا؟ مروان لا دي حنان. انت زبط كل شيء. مش موجوده. ما بال البنات لوحدهم هون. مروان موجود؟ لا دي حنان. حنان طيب البنات مش موجوده. دي مش موجوده. دي وحده سوداء سكرنا شيء طبيعي، وهي بيضة كمان سكرنا. بس اذا عندي كروش قد ايه قيمتها الكروش؟ نص. ما دام وقفين نحط وحده سوداء مع نقطه وكروش، هاي بعدين خلينا وشغلي ورا شغلي. كروش واحده بيضة. لا لحظه بليز لحظه خلينا نعمل هون هاي وحده وهاي اثنين. معني الايام ودارت الايام. ستوب تسمح لي شغلي؟ يلا ما عايز اصلح. يعني الوقفه طيب تمام. إيه ماشي اثبت يعني. مش بس بدنا نغني بدنا نوقف وقفه. يلا رجع محلك ما تحملك واقف وهيك. يلا ميرسي. ودارت الايام ومرت الايام ما بين بعد وخصام، وقابلته نسيت اني خاصمته، ونسيت الليل اللي سهرته قابلته. نسيت اني خاصمته، ونسيت الليل اللي سهرته قابلني. سوري بس وطي لي الورقة تنقشعك. قابلني والأشواق فعني سلم وخد ايدي. ستوب. سلم الحروف. ايه هاي بس سلم لهون. برضو بس كلمه ما تاخذني بس السا ما تروح تاخذها كثير بالعربي. سلم هذا اللي بدي اقول لك اياه، يعني ملاحظات على الاغنيه عشان اعملها. هلا اعطيني قلم من هون مول معروف من الاقلام وعلى سلم. لا هيدا كثير عريض. بدي عن جديد. أوكي. لأنه بعدك لهلا ما بتفتح تمك ما أنا بدي. يلا. وصفولي الصبر لقيته كلام وخيال في الحب، خيال في الحب يدوب يدوب ينقال. أهرب من قلبي أروح من قلبي من قلبي أهرب من قلبي أروح أهرب من قلبي أروح على فين. ليالينا الحلوة في كل مكان مالينا حب احنا الاتنين، ومالينا الدنيا أمل. فوالا هيدا اللي عم بقوله. البوزيسيون مش معناتها عم نغني أوبرا. بوزيسيون عم نمسك التم وعربوا وعملوا يلي بدكم، بس التم مشغول. هيدا ضرب ذكاء. يلا اعطيني. هو نفس المشكله مخارج الحروف عنده في فتحه بعدين ما بتفتح تمك ابدا، قوام بتسكر قوام بتسكر. هيدا بضرك ما بينفعك حبيبي، بدك تفهم هالشغله. خلص بدك تمسك تمك انت وعم بتغني لانه معود بس. وصوت بياخذ العقل، شو بدك احلى من هيك؟ صوت بالفعل يعني بس اسمع بقول هيدا نسيم. صح. طب يا ابني ليه ترك حالك؟ ليه بتلتهم من كل شيء؟ واذا واحد حكي كلمه بتزعل، واذا واحد خلص مشي روح ريح. دعس على اجرك وقول انا خلص بدي ترجع تعيدها. مني حزين بامبينو بامبينو Bambino, da 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 da, Bambino, da 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 da, da da di da di da da, da da di da di da da. Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes.
Je sais bien que tu l'adores. Bambino. Allez, dites-moi Bambino. Bambino. Et qu'elle a des jolis yeux. Bambino. Bambino. Mais tu es trop jeune encore. Bambino. Bambino. Pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sous ta mandoline, mon petit Bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix cali, mon petit Bambino. Tu peux chanter tant que tu veux et ne te prends pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, Bambino, ne les garde pas pour toi. Va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin s'envolera. بس مش حامي صوتي. أنا حلمي صير مثلك. طيب شباب اليوم لا كروشنا بدنا نبلش بأبسط شيء لأنه في ناس متقدمة أكثر من ناس، في ناس بعد ما معها خبر شو الإملا. بس المشكلة وين حنحطها؟ البريز كنا نحطه هون من دون سودة من دون بيضة من دون شيء. برافو. بس يا ويلي شو صغيرة. صغيرة أوي. كي كيف بدي اقشع؟ أنا بدون شيء ما بقشع. يه يه يه. كثير خطي لا لا بدنا نحلي وهيدا ما بدنا نقطعه. شو ما تكتب شو هاي الصبي هيدا؟ أنت اليوم خط يعني عنا. ها ليك دو ري مي فا. كثير كبار. لكي بدنا نقشع. كبرون. ايه كبر كبر نيحة عظيمة. بس حبيبتي الدو ما معروفة دو مع اكلنا ري. حط خط عليها. ايه بس ما بيسوى الدق بأول سطر بالفعل. كلكم صواتكم اسم الله. وطانيوس كمان. انا طانيوس. برهوم هو برهوم. هو برهوم برهوم. وسلفة كمان. بدي اقول لكم شغله. فيكم تشوفوا امكم زعلانه؟ اذا بتشوفوها زعلانه شو بتحسوا؟ انا ببكي. وانت شو بتعمل؟ انا بزعل. انت بتزعل؟ اكثر شيء ببكيني في الدنيا وامي. وانت؟ كثير بزعل. وانت؟ ما بعرف صراحه ما بعرف. شو بتحس؟ ما بحس صراحه. ما بفل قد ما تشوف سنانه. راضي. ورافائيل. وانت؟ بخير. قهر. ايه. طيب كيف تا اذا الام شافت ابنها زعلان؟ شو بتحس هي؟ نفس الشيء. على الدوبلو تريب. انا اليوم كثير زعلانه لانه رافائيل بهالوضع. حط اجريك بالارض. بحبك قد الدنيا. ما عليه فش خلقك ما عليه بس ما بدي شوفك هيك بقى. انت ماسك الاكيليبر تبع الاكاديمي مع اصحابك بشوفك على طول يلي عم بيمشطوا يلي عم بيسيروا يلي عم بيضحكوا يلي بيضحكوا بكون ما عم بيضحك بيضحكوا. ما في احلى من روحك ونفسيتك. ما بحب شوفك هيك ابدا. اهم شخص بالاكاديمي. ميسيونير. ها ميسيونير هو بيعشق كلمة ميسيونير. ما بعرف فسرها بالعربي. قائد قدوة. لا لا مش قائد. العمود بتاع لا عنده مهمة. مهمة روحه حلوة. ما بريد ما نحن ما حدا بيريد من أصحابه شوفوه زعلان. هلا من بعد ما فل أنا ما بتخلوه زعلان. رح انتشت شروقي لقلي. ايه بس مش نو. شديتيها